بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. ثلاث حالات وفاة بينهم طفل وعدد من الإصابات إضافة لعشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الغبارية التي ضربت محافظة دير الزور. غرفة عمليات الفتح المبين تحذر الأهالي من المشي على الطرقات المكشوفة على نظام الأسد بعد نصبه عدة قواعد صواريخ مضاد دروع جديدة على جبهة ريف حلب الغربي. العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 30 عنصراً من قوات النظام بالقرب من حقل صفيان جنوب غربي الرقة. خلال 24 ساعة تسجيل 3 جرائم قتل في مدينة القمشلي بريف الحسكة راح ضحيتها 3 أشخاص بينهم سيدة على جسدها أثار تعذيب. وفاة 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين بينهم حالة حرجة إثر انقلاب حافلة للركاب على طريق طرطوس نهر الخوابي. مقتل عنصرين من ميليشيا قوات البعث الرديفة لقوات النظام وإصابة عنصر ثالث جراء استهدافهم بعبوة ناسفة في بلدة الدريخبية التابعة لناحية الكسوة بريف دمشق الغربي.